بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور محمود موقوف. احنا بنكمل جزء الابلايد دنتال ماتيريال. الشابتر ده دكاتره من اهم الشباتر في الابلايد ماتيريال. بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الامبريشن ماتيريال او الامبريشن. يعني ايه امبريشن؟ انا دلوقتي عايز اعمل موديل او نموذج لحاجه، بجيب مثلا عجينه تمام؟ بشيلها في حاجه، بحط العجينه على الحاجه اللي انا عايز اعمل منها نموذج، وبعد كده بشيل ببعدهم عن بعض، وبجيب جبس بصبه في الطبقه اللي انا اخدتها من الحاجه دي، وبعد كده الجبس بقى ينشف بفصلهم عن بعض، فيطلع لي النموذج ده مطابق للحاجه اللي انا اخدت اللي هي ايه؟ طبق. طب في مجال الاسنان ده لازمته ايه؟ لازمته يا دكاتره ان العيان لما بيجي لك عايز مثلا تحط خطه علاج، انت بصيت على اسنان المريض ما شفتش كل حاجه، فعايز تاخد نموذج او موديل لبق المريض تبدا تدرس عليه خطه العلاج وتشوف وضع الاسنان ايه؟ يعني ايه اللي عايز يتخلع؟ ايه اللي مكسور؟ ايه اللي فيه تسوس؟ ايه اللي طالع بره؟ ايه اللي داخل جوه؟ رصه الاسنان نظامها ايه؟ بالوضع ده، تمام؟ طيب ده اسمه ايه؟ بقوم قايلين للمريض باخد له مقاس، بعد كده بطلعه بصبه بالجبس، وبعد كده بفصل الجبس عن المقاس، بيطلع لي ترتيب وشكل فم المريض بالظبط. حاجه ثانيه احنا بناخد مقاس ليه، ودي مهمه جدا علشان المعمل يشتغل عليه. يعني انا دلوقتي مش هقول للمعمل، مش هقول للبيشن تروح للمعمل، المعمل يعملها في 1 2 3، لا، انا ببعت له الموديل او الكاس او شكل الاسنان بتاعه المريض. الخطوات اللي بتتم دي يا دكاتره بتتم على الطريق التالي. بصوا بقى ازاي بتتم يا دكاتره كمان. تعالى نبص مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم، بيجيلك المريض خلاص مثلا عايز يعمل حاجه في سنانه، بتعمل له ريدكشن، بتاخد مقاس بتصبه بالجبس. بعد ما صبيناه بالجبس شايفين طلع لي، طلع لما صبيته بالجبس طلع لي شكل السنه بتاعت المريض، وبالتالي دي المعمل بيشتغل عليه خلاص. يبقى ده الكاست. احنا اهميه الكاست ان انا عندي باخد مقاس للسنه، وبعد كده التكنيشن او المعمل بيصبها بالجبس، وبتطلع له شكل السنه بالظبط بتاعت المريض، وابدا اشتغل عليها. طيب انا عندي يا دكاتره علشان اعمل كاست لازم عشان اعمل امبريشن بأشيل الماده او العجينه اللي انا باخد بيها الطبقه دي حاجه اسمها تريد. حاجه اسمها ايه؟ تريد. تعالوا نبص التريد دي عامله ازاي او شكلها ازاي؟ التريد دي يا دكاتره منها كذا نوع. ممكن من ناحيه المواد او من ناحيه الخامه اللي مصنعه منها، يا اما بلاستيك يا اما متر، يا اما بلاستيك يا اما ايه؟ متر. حلو جدا. لو لاحظتوا يا دكاتره هتلاحظوا ان مثلا ده في فراغ هنا، شايفين الفراغ ده؟ ده مكان للطنج، هنا في فراغ اهو، في فراغ، تمام؟ الفراغ ده مكان الطنج، يعني دي التريد بتاعت مين؟ منتهى صح كده، بتاعت ايه؟ اللور، سنان اللور، ودي واخده شكل البلد بتاعتكم اللي هي ساعات البق، يبقى دي ايه؟ قبر. يبقى ده انا عرفت ان انا في تري عندي ده القبر ارش واللور ارش على حسب الشكل بتاعي. تاني حاجه انا عندي في تري في متر بلاستيك وفي ايه؟ متر. اوكي، يبقى انا كده عرفت الماتيريال متصنعه من ايه؟ وتاني حاجة عرفت أبر ولا لور، تمام؟ طيب في إيه تاني؟ ركز معايا. دلوقتي المريض جالك بسم الله الرحمن الرحيم عايز يعمل تقويم. فطيب أو عايز يعمل تركيبات ثابتة للأسنان الأمامية. فالمريض جه بصيت عليه وقلت له طيب إحنا هناخد طبعة مبدئية أولية لشكل الأسنان عشان أبدأ أدرس بيها الحاجة. فأنا بآخد المقاس الأولي ده بتري اسمها ريدي ميد. ركز معايا في النقطة دي، اسمها ايه؟ ريدي ميد. يعني ايه ريدي ميد؟ يعني جاهزة. ريدي ميد. هنعرف يعني ايه كلمة ريدي ميد. اوكي؟ ريدي ميد، بجيب التري دي، ريدي ميد دي بتشتريها من أي ماركت بيبيع حاجات من الخامات بتاعت الأسنان، بتقول له أنا عايز ريدي ميد كاست مقاس 1 أو 2 أو 3 زي ما أنتم شايفين السايز بتاعتها ايه؟ مختلف. طيب ايه الفرق ما بين ما زال في ريدي ميد يبقى في كاستم ميد؟ يعني ايه ريدي ميد ويعني ايه كاستم ميد؟ ببساطه زي ما واحد لما يروح يشتري قميص يا اما بيشتريه من محل بمقاسات سمول وميديم ولارج، لكن لما يروح عند الخياط ويقول له فصل لي قميص على مقاسي ده اسمه كاستم ميد. يعني القميص ده انا عامله بمقاسات طول وعرض الشخص ده،
زي كده عندنا في الفريق التريل في ريدي ميد وفي كاستم ميد. ريدي ميد وفي كاستم ميد اللي انتم شايفينهم قدامكم سواء ده او ده، الاثنين دول ايه؟ صح كده، ريدي ميد. ريدي ميد ممتاز. تعال نبص بقى الكاستم ميد ده بيتم ازاي، وده شكل تاني من الريدي ميد. بناخد المقاس الاولي بالريدي ميد او الريدي ميد بتاعت باخد بيها مقاس، وبعد كده بقصد بالكاست. لما صبيت الكاست ده لمريض، لو لاحظتوا المريض ده دكاتره ما عندوش ولا سنه، ما عندوش ايه؟ ولا سنه. في الحاله دي بقول عليه المريض ده اسمه ايه؟ ايدنشلس. وخلينا حافظين الاسم ده كويس، ايدنشلس. يعني ايه ايدنشلس؟ يعني مريض ما عندوش ولا سنه. خلاص الكاست ده لمريض ما عندوش ايه؟ اسنان. بقوم جاي ماده اكريل، الكريم دي ماده عجينه زي البلاستيك كده، بأفردها على الكاست وبشكلها لحد الشكل، بشكلها على شكل الكاست زي ما انا عايز بالابعاد بتاعت ايه؟ الفك بتاعت ايه؟ المريض. اوكي؟ يبقى اللي انا شكلتها بايدي او اللي المعمل شكلها على الكاست ده، التري دي اسمها ايه؟ ممتاز، اسمها سبيشال تري. اسمها ايه؟ سبيشال تري. او اسمها كاستم ميد. اسمها ايه؟ كاستم ميد. الاثنين دول معنى لحاجه واحده، كاستم ميد. يبقى انا عندي في ريدي ميد، او اسمها الاسم الثاني اسمها ستوك تري، او عندي النوع الثاني على حسب الاستخدام اسمها سبيشال تري او كاستم ميد. طب ايه الفرق ما بين دي يا دكتور واللي هي السبيشال تري و الريدي ميد او الستوك تريد؟ الستوك تريد دي اللي جايه من عندي اللي بتعمل المحل بتاع الاسنان، بستخدمها كمقاس اولي اللي انا عايز ابص الحاله فيها ايه؟ هحدد خطه العلاج بتاعتي اللي هعمل عليها سبيشال تريد. يبقى انا عندي الستوك تريد تستخدم في ايه يا دكاتره؟ ممتاز. الستوك تريد باخد بيها مقاس اولي علشان تطلع لي ممتاز كاست اولي ادرس عليه الخطه. يبقى حط هنا كده الكلام ده مهم جدا. يبقى انا عندي الريدي ميد، ريدي ميد تري او الستوك تري بستخدمها ان انا اعمل ايه؟ ممتاز. اخد بيها ايه؟ امبريشن. امبريشن ده برايمري، برايمري امبريشن. يعني ايه برايمري امبريشن؟ يعني مقاس اولي، عايز اشوف الخطه العلاج، اشوف فم المريض فيه ايه. لكن السبيشال تري، السبيشال تري دي انا بساخد بيها ممتاز سكندري، سكندري امبريشن، سكندري امبريشن المقاس الثاني اللي انا عايز بيه فيه احب بقى فيه التفاصيل الدقيقه بتاعت فم المريض او السنه لو انا عملت فيها حاجه او ما خلافه. يبقى بدي مين؟ باخد ايه؟ مقاس اولي. طيب المقاس الاولي ده اللي طلعته من بق المريض وقمت جايب الجبس وصبيته فيه هيطلع لي قاس اسمه ايه؟ ممتاز. اسمه ايه؟ البرايمري، برايمري كاست، برايمري كاست اللي هو الكاست الاولي اللي هو اللي انا بعد كده هشتغل عليه او هشوفه اللي هو زي ده كاست ايه؟ اولي. لكن السكندري امبريشن اللي انا بعد ما عملت المقاس، بعد ما صبيت البرايمري كاست وعملت عليه السبيشال تري، قمت واخد السبيشال تري دي وحطيت فيها عجينه معينه ثانيه ودخلتها في بق المريض وطلعت المقاس ده، المقاس ده اسمه ايه؟ سكندري امبريشن. المقاس السكندري ده لما اصبه بالجبس واطلع الكاست بقول على الكاست ده اسمه ايه؟ سكندري كاست. اسمه ايه؟ سكندري كاست. طيب يا دكاتره مين اللي بيبقى فيه التفاصيل الدقيقه اللي بيجيب لي كل حاجه اللي هو ايه؟ السكندري كاست. احنا قلنا البرايمري كاست ده بس يديني اوفر كل الدنيا فيها ايه؟ عندي المريض عنده كام سنه؟ السنان مرصوصه ازاي؟ احد اشخبط عليه، اعلم عليه، كلام من كده. اوكي؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ايه الفرق ما بين ستوك تري سبيشال تري، وعرفت الستوك تري باخد بيها البرايمري امبريشن، والبرايمري امبريشن لما بقصده بيطلع لي ايه؟
ممتاز بيطلع لي البرايمري كاست ببدا ادرس عليه الحاله وابقى احط خطه العلاج بتاعتي وممكن استخدمه ان انا اعمل ممتاز سبيشال تريد. السبيشال تريد دي لو حطيت فيها عجينه واخدت بيها المقاس المقاس الثاني ده اسمه ايه بقى اللي جاب كل التفاصيل اسمه ايه؟ صح كده اسمه سكندري امبريشن. اسمه ايه؟ سكندري امبريشن. المقصود بالسكندري امبريشن هيطلع لي الكاست، الكاست ده اسمه ايه؟ سكندري كاست. السكندري كاست ده بيبقى فيه كل التفاصيل الدقيقه اللي الدكتور اشتغل فيها في بق المريض. بالظبط زي المقاس ده. شايفين؟ كل معالم السنه اللي عملها الدكتور واخد فيها مقاس جايب كل التفاصيل، لما انا صبيت الكاست طلع بالظبط زي سنه المريض. يبقى ده اسمه سكندري كاست. سكندري ايه؟ كاست. والامبريشن ده اسمه ايه؟ ممتاز، اسمه سكندري امبريشن، لانه جايب كل التفاصيل. خلاص؟ طيب تعالى بقى نفتح المحاضره يا دكاتره، نشوف كده الدنيا فيها ايه؟ بيقول لي هنا يا دكاتره بيقول لي انا عندي نركز بقى في النقطه دي، بيقول لي الامبريشن هو عباره عن بوزيتيف في كلمه اسمها بوزيتيف ريبرودكشن وكلمه ثانيه اسمها نيجاتيف ريبرودكشن. اسمها ايه؟ نيجاتيف ريبرودكشن. ايه نيجاتيف ريبرودكشن وايه بوزيتيف ريبرودكشن؟ لو بصينا هنا يا دكاتره، لو بصينا هنا على المقاس وبصينا على الكاست بتاعي، لو بصينا على المقاس هتحس ان هو داخل لجوه، المقاس داخل لجوه، اوكي؟ فبقول عليه نيجاتيف ريبرودكشن، يعني حاجه عملت نسخ بس داخله لجوه، لكن لما جبت الجبس وصبيته في المقاس وطلعت الكاست، الكاست بارز لبره ممثل لشكل الاسنان، فاسمه ايه؟ بوزيتيف ريبرودكشن. يبقى احنا يعني ايه كلمه نيجاتيف ريبرودكشن؟ يعني ايه كلمه بوزيتيف ريبرودكشن؟ كلمة نيجاتيف ريبرودكشن بتتقال على الامبريشن اللي انا اخدته، لكن البوزيتيف ريبرودكشن بتتقال على الكاست اللي انا بعد ما اخدت المقاس حطيت فيه الجبس، اوكي؟ وبعد كده طلع لي الكاست ده، الكاست ده اسمه ايه؟ بوزيتيف ريبرودكشن، الامبريشن اسمها ايه؟ نيجاتيف ريبرودكشن، اوكي؟ الحته اللي بارزه دي يا دكاتره دي الهاندل بتاعت التري عشان احطها فوق المريض ابقى ماسك فيها واطلع وادخل التري والمقاس فوق في فم المريض. اوكي طيب هنيجي بعد كده شايفين الحته دي لو لاحظتوا هو جايب لي الكوادرنت جزء ربع من الفم يبقى دي اسمها كوادرنت امبريشن او دي اسم تاني اسمه سكشن امبريشن يعني ايه سكشن؟ يعني جزء من الاسنان اسمه ايه؟ سكشن امبريشن. اوكي؟ يبقى اسمه كوادران او سكشن امبريشن. طيب تعالى بقى نبص كلمه التري ستوك تري زي ما شرحناها دلوقتي ستوك تري دي بتنفع لكل المرضى بمقاسات لارج وميديوم وسمول. اهو يبقى كلمه ستوك تري لو لاحظتوا انا بستخدمها ليه ستوك تري؟ ميكينج برايمري امبريشن باخد منها مقاس اول عشان اوصل لمين؟ للبرايمري كاست او ليه اسم ثاني اسمه ايه؟ ستادي كاست اسمه برايمري كاست او ستادي كاست. طيب الكاست ده بستخدمه لمجرد ايه؟ اعمل بيه بلان احدد بقى ان في اي حاجه موجوده عندي عايز اشيلها اعمل اي خطه علاج ابدا ادرس ايه الحاله من عندي. ولكن الريدي ميد الكاستم ميد او السبيشال تري انا بستخدمها فور سكندري امبريشن اوكي تو بريديوس سكندري كاست او ليه اسم ثاني اسمه ايه؟ ماستر كاست. الماستر كاست زي ما انتم شفتوا بيجيب لي كل التفاصيل اللي في الفم المريض او لو الدكتور اشتغل في سنه وعايز كل حاجه اعملها بيتاخد بسبيشال تري عشان تجيب لي كل التفاصيل بامبريشن معينه لازم نبقى عارفين هي ايه. اوكي؟ من خلال المحاضره هنعرف يبقى انا من خلال المحاضره عندي في مواد تستخدم كبرايمري امبريشن ومواد تستخدم كسكندري امبريشن. طب ليه يا دكتور اتجهوا ان في مواد كده ومواد كده؟ قال لك ان المواد اللي بتستخدم كسكندري امبريشن مواد بتجيب كل التفاصيل فاذا هي مواد غاليه. طب انا دلوقتي المريض جالي عايز بس اعرف الدنيا فيها ايه واعرف سنه فيها ايه؟ اجيب استخدم المواد الغاليه ولا استخدم بس حاجات تجيب لي ايه؟
انفورميشن عامه كده عن فم المريض. فانا ايه بستخدم البرايمري امبريشن لمواد معينه والسكندري امبريشن اللي هو هيكون كل التفاصيل لمواد ثانيه. ودي صور زي ما انتم شايفين عندكم، دي صور للتريل. عايز اقول لكم على حاجه، لو لاحظتوا هنا في التريل هتلاقوا التريل دي مصمومه ما فيهاش اي بورفوريتد، لكن لو لاحظتوا هنا في بورفوريتد مخرمه، بحيث وانا بضغط العجينه او الماده بتاعت المقاس تطلع من البرفوريشن وتمسك عشان التري، بحيث وانا بطلع التري من فم المريض مش البرفوريشن تفضل ماسكه في الاسنان والتري تتفصل عن بعض. فبيعملوا ميكانيكال لوك مع الشيء في بعض الماتيريال والتري عشان الماده تطلعها من بعض المريض تطلعوا وان يونت، مش هطلع بالتري وتفضل البرفوريشن مع الشيء. يبقى دي عندي بورفوريتد ونون بورفوريتد. بورفوريتد يعني ايه؟ مخرمه. بورفوريتد اوكي، واتفقنا ان انا عندي في ميتال في ايه؟ بلاستيك. طيب في حاجه بقى انا عايزك تبقى عارفها، ايه هي؟ لو لاحظت الدكاتره هنا، انا عايز افتح لكم الجزء الثاني، لو لاحظت هنا دكاتره في الصوره اللي انا هجيبها لكم دلوقتي بتوضح ان انا عندي في اثناء بتوضح ان انا عندي في تريل فور اي دنشرس بيشن وتريل فور دنشرس بيشن. يعني ايه اي دنشرس؟ اي دنشرس يعني مريض ما عندوش اسنان، اهو كلمه اي دنشرس مريض ما عندوش اسنان، وكلمه دنشرس الكلمه دي هتتكرر معانا خلينا ايه عارفينها، دنشرس بيشن. دنشرس يعني عنده اسنان، اي دنشرس يعني ما عندوش اسنان. لو لاحظتوا التري هنا الدكاتره جايه براونديشن عشان تاخد شكل العظم، تحول حوالين العظم، ولكن لو لاحظتوا التري دي جايه بشكل مربع سكوير عشان تاخد شكل الكلوزر بتاعت الاسنان. يبقى انا اول ما ابص الاقي ان التري جايه براون راوند دايركشن، يبقى دي على طول التري دي ستوك تري لانها شكلها ميتال ومش سبيشال زي دي. سبيشال دايما الدكاتره بتبقى بلاستيك اوكي، وجاية براوند يبقى على طول بستخدمها انا مين؟ ممتاز، ده اي دنشرس بيشنت. يبقى الستوك تري دي هي ستوك تري وميتال وبورفوريتد، وهي يعني هي ستوك تري والماده المصنعه منها ميتال وهي بورفوريتد وتستخدم لاي دنشرس بيشنت علشان اعمل بيها ايه؟ برايمري ولا سكندري؟ ممتاز برايمري امبريشن عشان اطلع البرايمري كوز، لكن دي نون بورفوريتد وميتال وهتستخدم لمين؟ لدنشرس بيشنت. يبقى انا كده عرفت ان انا عندي ستوك تري سبيشال تري، عرفت ان ستوك تري او ريدي ميد بستخدمها فور برايمري امبريشن عشان اطلع برايمري كوز، وعرفت ان انا في الستوك تري في ممكن استخدم لعيان دنشرس وعيان اي دنشرس، اي دنشرس ودنشرس، تمام؟ النقطة دي بس عايزكم تبقى عارفينها عشان لما تيجي صور في البراكتيكال أو حاجة تبقوا أنتم فاهمين البوينتس دي وعارفين في الماركت لما تيجوا تشتروا الحاجة من عند محل الأسنان، من محل الأسنان تبقوا عارفين إيه دي وإيه دي. تعالوا بقى نرجع بقى للليكتشر، أوكي؟ قول لي هنا إيه يا دكاترة؟ يبقى انا عرفت عندي السبيشال تري وستوك تري. تعالوا مع بعض نبص الايديال ريكوايرمنت فور امبريشن ماتيريال. دلوقتي الماده دي هتدخل في فم المريض، يبقى اي حاجه تدخل في فم المريض لازم تبقى نون اريتانت نون توكسيك، يعني ما تعملوش اي حساسيه ولا تعمل اي تسمم، ده طبيعي. اكسبتبل اوردر اند تيست، يعني الطعم والريحه بتاعت الماده اللي داخله في بقه تبقى طعمها معقول والحته اكسبتد ايزي مانيبوليشن ريزونبل كاست. يعني ايه ايزي مانيبوليشن؟ بيقول لك دي عجينه تعمل لك تخلطها، سواء نعرف طريقه الميكس ازاي، تمام؟ انا لو دلوقتي طريقه الخلط معقده يبقى محتاج الجهاز، او الجهاز ده بمبلغ وقدره اوكي، يبقى ده اوفر كوست عليا، ولا اجيب ماده ثانيه بخلطها بايديا كده واعمل اي ميكس واشيلها بسهوله واحطها في التريل واخد ده مقاس. طبعا الهاند كل ما كان سهل كل ما كان افضل، كل ما كانت الكوست قليله بتاعت الماتيريال كل ما كان افضل. طيب قول لي ابروشيت سيتنج اند كاركترستيك، يعني ايه السيتنج دي؟ انا دلوقتي العجينه بتبقى طريه
اوكي بعملها ميكس بتبقى طريه، وبعد ما بتبقى طريه بحطها في بق في التريه، وبعد كده بحطها في بق المريض. انا هستنى الماده دي تنشف في بق المريض. هوريكم صوره هنا يا دكاتره بتوضح ازاي المريض التريه بتبقى في بقه. بص هنا الصوره الاخيره دي، شايفين التريه دي؟ لو انا سبت التريه دي فتره مثلا 10 دقائق او ربع ساعه، ده ممكن المريض ده يتخنق، يحس في حاجه مضايقاه، مش عارف ياخد نفسه. فلازم السيتنج تايم بتاعه يبقى اكسبتد. يعني ايه اكسبتد؟ فرنج قد ايه يا دكتور؟ من 3 ل 5 دقائق. من كام؟ من 3 ل 5 دقائق. ممتاز جدا. يبقى عارف يعني ايه ابريشيت سيتنج تايم؟ يبقى السيتنج تايم بتاعها بيبقى من 3 ل 5 دقائق. طيب نقول ايه؟ سفشنت ميكانيكال سبرينز از نوت تير بيرمننت. بمعنى ايه؟ انا عندي ما بين الاسنان يا دكاتره الامبريشن اللي بتتخلي ما بين الاسنان. تعالى نبص الكوادرنت الامبريشن ده، شايفين لو لاحظتوا هنا يا دكاتره، لو لاحظتوا ان انا عندي في جزء رفيع من الامبريشن ماتيريال، اجزاء رفيعه دي، تخيل الاجزاء الرفيعه دي بتتحشر ما بين الاسنان وانا بطلع التري. لو كانت الماده ضعيفه مش وانا بطلع التري ممكن تتقطع، يبقى ما جابتليش الكونتور او شكل السنه من الميزيال ديستال ناحيه الكروكسيم. لو التير سترينس يعني وانا بسحبها بتتقطع، يبقى لازم التير سترينس بتاعها عالي عشان الماتيريال ما تتقطعش مني، تطلع سليمه. يعني لو اتقطعت مني يبقى اذا شكل السنه في الكراست مش هتبقى ايه؟ زي بوب المايه. فاهمني حته التير سترينس؟ ان انا عندي الماده في السن سيكشن كده رفيعه تبقى قويه وما تتقطعش مني. اوكي؟ طيب نكمل مع بعض. جود دايمنشن اكتس دي مهمه جدا، ودي من اهم النقط في ماده ايه؟ الامبريشن. انا دلوقتي العجينه طريه هحطها في بق المريض بالتريكورد الديتيلز بتاعتي. انا كل ما بجيب الديتيلز بتاعت السنه كل ما يبقى ايه؟ افضل، صح ولا لا؟ يبقى الماده دي هتبقى افضل بالنسبه لي، هي الفاينل ديتيلز. ودي نقطه. النقطه الثانيه، لما الماده بتبقى طريه وبتنشف، اي ماده بتكون طريه وبتنشف حجمها بيتغير، ده طبيعي. اي ماده تبقى طريه وبتنشف حجمها بيتغير، سواء بيكبر او بيصغر. اوكي؟ طيب، طب لو الحجم ده بيتغير جامد، يبقى انا اذا السنه بتاعتي في اوفر اول حجمها في الكراست هيبقى مختلف عن حجمها عن بق المريض. يبقى التغير ده عايز يقلل الحاجات قليله جدا. فبيقول لي ايه؟ جود دايمنشن اكلس، يعني جايب لي اكلس عاليه جدا، وبالتالي الدايمنشن ما تتغيرش. يعني بيقول لي تقبلت تو ريكورد الفايند تيست، يعني كل فايند تيست اند ستابيلتي. يعني ايه؟ يعني ايه اكيوسي؟ يعني جايب لي فايند تيست. يعني ايه ستابيلتي؟ ان الماده تحافظ على الريكورد الفايند تيست بتاعها ما تتغيرش، يعني بعد ما اشيلها من بق المريض تفضل التفاصيل اللي رسمتها محافظه عليها، لا تكبر ولا تظهر ولا يحصل لها اي ديستورشن، يعني ما تتبهدلش. No significant degradation of properties as a result of this infection. ايه الكلام ده يا دكتور؟ دلوقتي انا حطيت الماتيريال بتاعت الانفكشن والتريه في بق المرض، اوكي؟ وبعد كده طلعته وبقى في عندي لعاب على ماده الماتيريال، اوكي؟ طيب انا بتبعتها المعمل، المعمل بلبسه مش لابس جلافز وشغال بايدي، بحط الجبس وبقى شغال. مثلا احنا في فتره كورونا، لو المريض لو المعمل ما لبسش جلافز والمريض كان عنده كوفيد 19، لما يروح المعمل على طول وهو بيشغل بيها، بعد كده مسح بقه، اكل ساندوتش، شرب كوبايه ولا حاجه، بقى عنده نفس المرض. اتنقل عملت ترانسبورتيشن فور انفكشن. طب انا عشان اتجنب الموضوع ده، انا لازم التري الامبريشن بتاعي بعد ما باخد الامبريشن يا دكاتره، خدت الامبريشن، الامبريشن ده لازم يتعقم. طيب انا دلوقتي بعقمه، لما اعقمه شكل الاسنان هيتغير؟ ما انا التعقيم ده يا اما بغمره بحطه في ماده تعقيم، طب ما ممكن يبوش، ممكن يحصل ديستورشن، ممكن ينفش، ممكن يظهر، تمام؟ لا انا مش عايز يتاثر، اعقمه بس ما يتاثرش بيه لا في شكله ولا في حجمه. انا لازم اكسبت الديسنفكشن من غير ما يتغير في حجمه ولا في شكله. كومباتبل ويز كاست ماتيريال. ركز في حاجه، انا دلوقتي الامبريشن اهو يا دكاتره، دخلت طلعت من بق المريض، قمت جايب الكاست وصبيته، الجبس وصبيته. انا دلوقتي تخيل معايا السيرفس بتاعت الماتيريال ملامسه لسطح الجبس اللي انا صبيته.
لو بيحصل تفاعل ما بين ماده المقاس والجبس هيأثر عليهم، يعني ممكن يبقوا التفاعل يبقى حاجه واحده فانا مش هقدر افصلهم، او ممكن ماده الماتيريال الامبريشن ماتيريال تأثر على الكراست او اثرت عليه خصائصه او ما خليتوش ينشف او ما خلافه. لا انا مش عايز كده، انا عايز الامبريشن اللي انا اخده الماده دي ما تأثرش على الكراست. طب مين اللي عنده مهم يا دكاتره؟ الكراست ولا الامبريشن؟ انا المهم الغرض في النهايه بالنسبه لي ان انا اوصل للكراست، الكراست ده الفاينل ريزلت بتاعتي، فمش مهم بالنسبه لي الماتيريال، فانا عايز احافظ على الكراست ان هو الماتيريال اللي انا واخد بيها مقاس ما تاثرش على ماده الكراست او الكراست، زي ما هنعرف ان في مواد ممكن تاثر على المواد اللي انا باخد بيها مقاس اصب بيها الماده. عديت بوينت شيلف لايف يعني ايه ده؟ يعني انا مثلا عرفت مثلا سعر الماده دي ان انا واخدها مقاس رخيصه في السوق، وبعد كده هتقوم جايب منها كميه واركنها عندي في العياده وتقعد مده طويله ما تتاثرش الريستورج بتاعها كويس جدا. البوكس الازرق ده مهم جدا ولازم نفهمه كويس جدا. والفاكتور اكريسي اوف امبريشن ماتيريال، انا ايه غرض المقاس عندي؟ اهم غرض بالنسبه لي ان هو ريكورد الفاين ديتيلز. طيب عشان ريكورد الفاين ديتيلز لازم يبقى في خصائص في الماده دي. اول حاجه يبقى الفلو بتاعها عالي. تخيل معايا سطح السنه والامبريشن ماتيريال انا بحطها على السنه. لو الفلو بتاعها عالي مثلا زي معجون الاسنان هترسم كل التفاصيل وهيحصل لها فلو وتجيب لي كل التفاصيل بتاعتي. وصلتوا؟ لكن لو هي ستيكي زي ما هناخد في مواد ستيكي شويه لازم اقطع عشان تتحرك على سطح الاسنان يبقى مش هتجيب الفاين ديتيلز. يبقى لازم عشان اجيب الفاين ديتيلز لازم يبقى الماتيريال فلويديتي بتاعتها السريه بتاعتها عاليه جدا عشان يكون الفاين ديتيلز. دي اول حاجه. ثاني حاجه بيقول لي ان الماتيريال مينيمال دايمنشن ديورنج هاردنج. انا قلت لكم العجينه بتبقى طريه وانا بعمل لها بخلطها او بحضرها ان انا احطها في التريه بعد كده احطها في قمر بتبقى طريه وهي بتنشف بيحصل لها تجمد تجمد يعني انا مش عايز حجمها يتغير، انا عايز حجمها يفضل زي ما هو ما يحصلوش اي تغير عشان في النهايه انا عايز اطلع بامبريشن حجمه الاوت لاينز بتاعته ونفس حجم ايه؟ السنه بتاعت المريض. عشان يطلع في الكاست نفس حجم الكاست الاسنان اللي في الكاست هي نفس حجم الاسنان بتاعت المرض. تاني حاجه ودي مهمه جدا الاستيك اون ريموفر. احنا عارفين يا دكاتره ان انا عندي في السن مثلا في البكل في كونفكس بيطلع على بره كونفكس داخل الجوه. فانا عندي مقاسات المقاس لما بتيجي بتحضن السنه بتعشق فيها كده يا دكاتره. تخيل الماده مش الاستيك يعني مش مرن ومسكت في السنه وانا بعشق في حاجه بين الاثنين هتحصل، يا اما وانا بسحب كده السنه ممكن تتكسر لو هي ضعيفه او ماده المقاس ايه تتكسر من الاطراف المعشقه. الحته اللي نازله فيها ماسكه فيها الامبريشن الحته دي اللي نازله تحت اسمها ايه؟ اندر كات. اسمها ايه؟ اندر كات. ممتاز. يبقى انا عندي المواد المقاس اللي انا باخد من المقاس انا عايز تبقى ايه لازم؟ يعني ايه لازم؟ تحس ان هي بقى معشقه كده لما انت تطلعها تفتح لبره وترجع لاصلها تاني. يبقى دي كلمه الاستيك. كلمه الاستيك يعني ايه؟ ان هي لو كانت ماسكه اندر كات اللي هو التعشيقه دي تفتح وترجع لاصلها بدون ما تتاثر. During removal of the mouse the material should adhere to the tray. زي ما قلت لكم ان انا لما بحط التري الامبريشن ماتيريال وقلنا لحته البرفوريتد عشان ماده المقاس تعشق التري وتمسك فيها ميكانيكالي بحيث وانا بسحب التري ملاقيش الماده انها سكتت في بوق المريض والتري طلعت لوحدي. يبقى انا كده ما استفدتش اي حاجه، انا المقاس بتاعي باظ. يبقى لازم يطلعوا الاثنين هذا وان يونت. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بين مينيمال دايمنشن تشينج اور ستارت. يعني انا اخدت المقاس طلعته من بوق المريض مستني المندوب بتاع المعمل يجي ياخد مني المقاس. انا المقاس عندي اهو، اوكي؟ ده شكل حجم السن. تخيل معايا وانت راكب المقاس بتاعك على الرف او سايد بنش حجم الامبريشن عمال بيصغر بيصغر. لو صغر بقى يا دكاتره تيجي تصبه بقى بالكاست وبتفصل الكاست والمعمل بيشتغل على الكاست يبقى بيشتغل على سايز او دايمنشن للكاست مختلف تماما
عن السايز والدايمنشن بتاع بق المريض، يبقى في الريزلت النهائيه لما يطلع لي تركيبه ميتال كراون او ميتال سيراميك او اي تركيبه، تبقى في الاخر هي بتركب على اسنان غير اسنان المريض. ففي الاخر هنفهم، يبقى انا لازم ابقى فاهم الحته دي كويس جدا، ان هي حجمها ما يتغيرش وانا سايبها في العين. اوكي؟ طيب يقول لي بعد كده should be compatible with the model and the material. يعني انا لما اجي اصب ماده المقاس، انا مش عايز ماده المقاس تتفاعل مع الجبس اللي انا بصبه بيه او تاثر عليه باي تاثير. كانهم مادتين ما بيحصلش ما بينهم اي انتر اكشن. تمام؟ عشان لو اثر على المودل او الكاست بمعنى اللي بيشتغل عليه، يبقى اذا الريزلتس الاخيره بتاعتي مش هتبقى كويسه والتركيبه بتاعتي مش هتبقى صحيحه. البوكس الازرق ده زي ما شرحنا بالتفصيل المهمه، انا عايز اقول لكم على حاجه بقى بالنسبه للبوكس الازرق. انا عندي من بوينت واحد لسته. ركزوا بقى في المعلومه اللي هقولها. الست معلومات دول كل ما كانت ماده فيها خصال كثيره من الست مواد، يعني ماده بتتميز باربع خصائص، يعني بواحد واثنين وثلاثه واربعه، يبقى اذا الماده دي انا ممكن استخدمها فور سكندري امبريشن. يعني ايه سكندري امبريشن؟ ممتاز، يعني جايب الفاين ديتيلز، يعني الكاست في كل حاجه الدكتور عملها في السن. ولكن كل ما كانت اقل بقى اثنين او ثلاثه، يبقى الماده دي انا بستخدمها كبرايمري امبريشن. يبقى انا اول ما يقول الماده دي بتستخدم في برايمري ولا سكندري، بعرضهم على الست مواد دول، موجودين فيهم اربعه او خمسه، غالبا مش هلاقي ماده فيها ست مواد، مفيش ماده ايديال يا جماعه، الدكاتره مفيش ماده ايديال، يعني ايه ايديال؟ يعني فيها كل الصفات الحلوه دي، مستحيل، احنا بنحاول ان نستخدم ماده تتناسب مع الحاله. اوكي؟ يبقى انا لو هقول الماده دي سكندري امبريشن ماتيريال، يعني فيها خصال كتيره من الست من اربعه لخمس صفات. هنيجي بعد كده على كلاسيفيكيشن اوف امبريشن ماتيريال. في كذا تقسيم، اول تقسيم بيقول لي according to method of setting. يعني ايه method of setting؟ حته method of setting دي الدكاتره قصدوا بيها ان انا عندي لما الماده تنشف. هضرب لكم مثالين. مثال ان انا عندي، شفت الواكس اللي انت بتشتغل عليه في البنديشن؟ الواكس ده لو انت حطيته على نار هيسيح، ولو سبته في الروم تمبريتشر هيبرد. اوكي؟ يبقى انا ممكن ارجع تاني اسيحه واشكله زي ما انا عايز. يبقى في الحاله دي هو بيتاثر بالحراره. يعني ايه بيتاثر بالحراره؟ يعني كل ما سخنه بيسيح وابرده يجمد. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها فيزيكال بروسيس. يعني ايه فيزيكال بروسيس؟ يعني بتروح وتيجي، يعني اسمها ايه؟ ريفرسال. يعني بتتاثر قلنا ايه؟ بالهيتنج سوفت باي هيت، بيحصل لها هاردن باي كولينج. زي مين بقى في المواد اللي هندرسها في المواد بتاع اسنان باخد بقى اسنان؟ مفيش ماده ثالثه، هما اثنين بس، امبريشن كومباوند وهايدروكولويد. تمام؟ والهايدروكولويد يا دكاتره في منهم نوعين. هنعرف يعني ايه كلمه هايدروكولويد؟ اجار تمام؟ والالجينيك. يبقى انا عندي يعتبر ثلاث مواد، امبريشن كومباوند والهيدروكولويد. الهيدروكولويد دول دي اسم بيضم تحتيه مادتين، اجار والالجينيك. اوكي؟ يبقى الثلاث مواد دول بيحصل لهم سيبنج. يعني ايه سيبنج؟ يعني بيجمدوا. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا لما بيكونوا سايحين يكونوا طريين، يبقى بالحراره. بعد كده اسيبهم يجمدوا عن طريق مين؟ ابردهم. زي مين برضه مثال حي احنا بنتعامل معاه؟ زي الجيل. الجيل ده يا دكاتره لو سخنته بيبقى زي الميه، حطيته في الثلاجه بيبقى ايه؟ بيرضى. ارجع بسخنه ثاني يبقى زي الميه، ارجع ابرده يجمد. العمليه دي اسمها ايه؟ فيزيكال بروسيس، بس ايه؟ ريفرسبل. فيزيكال بروسيس لا ايه؟ ريفرسبل. اوكي؟ طيب الميثود الثانيه، لا الميثود الثانيه مختلفه، هي كيميكال بروسيس. يعني ايه كيميكال بروسيس؟ يعني بيحصل انتر اكشن، تفاعل ما بين الكومبوننت اوف ذا ماتيريال، واذا اتشكلت مش هترجع لشكلها الاساسي، خلاص هي اخدت شكلها النهائي. اوكي؟ اي مواد غير دول بقى، اي مواد غير الامبريشن كومباوند او الاجار او النار او
سوري انا فاكر. بصوا هنا المواد الفيزيكال بروسيس، سوري فيزيكال بروسيس او ريفرسبل، هما مادتين البريشر كومباوند والابار ابار هيدروكلور. تمام، هيدروكلور منه نوعين بس، ايه هو البريشر كومباوند اللي بيبقى ريفرسبل او فيزيكال بروسيس، اللي هما البريشر كومباوند والابار ابار. خلاص، مفيش ماده ثالثه ليهم. لكن الماتيريال اللي حصل لها سيتنج عن طريق كيميكال رياكشن او اسمه ايرفيزبل كيميكال رياكشن، باقي المواد اللي هم مين؟ عرجينين ورابر بيز. الرابر بيز ده في منه اربع انواع هندرسهم بالتفصيل ان شاء الله، وزنك اوكسايد ايجنول وبلاستر امبريشن ماتيريال. انت مجرد حفظت الاثنين دول، اي مواد غيرهم يبقى هي ايه؟ كيميكال او ايرفيزبل بروسيس. اوكي؟ يعني ايه ايرفيزبل بروسيس؟ يعني مجرد ما اخدت بالمقاس ما ينفعش ارجع استخدمه تاني. لكن الريفرسبل او الفيزيكال بروسيس ممكن اخد بيه مقاس واستخدمه مره ثانيه، واطلعه من بق المريض، اسخنه اشكله ثاني وادخله بق المريض وهكذا. اوكي؟ ده الغرض او الفائده من الفيزيكال او الريفرسبل بروسيس. لكن الكيميكال مجرد ما اخدت بيه مقاس خلاص بيبرميه وبايه؟ بستخدم حاجه ثانيه. اوكي. According to behavior after setting، النقطه دي مهمه برضه. يعني ايه افتر سيتنج؟ احنا دلوقتي قلنا ان انا عندي الماده بعد ما تمسك في السلم ممكن تبقى الاستيك. يعني ايه الاستيك؟ يعني تفتح وترجع تاني. ممكن تبقى نون الاستيك، يعني لما اجي اشدها ما تفتحش معايا. الماده اللي بتفتح معايا بقول عليها الاستيك امبريشن ماتيريال، طب اللي ما بتفتحش بقول عليها ايه؟ نون الاستيك امبريشن ماتيريال. يبقى انا عندي اكوردنج هيدر نون الاستيك، او كلمه ثانيه اسمها ايه؟ ريجيد. لكن الثاني اسمها ايه؟ الاستيك او فليكسبل. ركز معايا بقى، انا لو عيان عنده ما عندوش اسنان اسمه ايه؟ ايدنشرس بيشنت. عيان ما عندوش اسنان وبالتالي ما فيش الاندر كات اللي موجود في الاسنان، العظمه ما فيهوش الاندر كات، وبالتالي انا بقست المواد اللي بتبقى نون الاستيك انا بستخدمها فور ايه؟ ايدنشرس ارش او ايدنشرس بيشنت. سؤال ام سي كيو بيقول لك الاي دنشرس بيشن بنستخدم له ايه مواد؟ نون الاستيك. نون الاستيك خلاص؟ لكن النون الاستيك دي ما ينفعش استخدمها لعيان عنده اسنان. ليه؟ لانها هتعشق في السن، اجي اطلعها هي هتتكسر، هتكسر لي ايه؟ السن. طيب لكن الالاستيك انا بستخدمه فين؟ ممتاز، في الدنشرس. طيب ولقيت له اي دنشرس مكتوبه برضه يا دكتور، طب ايه الفكره كاتب الاثنين؟ ما انا اذا كان هي لو مسح شات في السنه بتفتح وترجع تاني، طب انا العظمه او العيال اللي ما عندوش سنان مسكت حوطت العظم وخلت راسك شكل العظم هتطلع بسهوله ما فيهاش اي مشكله. يبقى الالاستيك ينفع استخدمها في الاي دنشرس ودنشرس، لكن في الريجن او النار الاستيك ما بستخدمهاش الا في الاي دنشرس بيجن. الاي دنشرس بيجن اوكي؟ ما دي كلاسيفيكيشن for the material according reaction او setting بتاعت التعاقد بيحصل ازاي وايه والاكشن بتاعها after setting. ودي برضو diagram بيوضح تقسيم المواد. النون الاستيك هم مين؟ النون الاستيك هم ثلاث مواد بس، يعني السته مواد اللي انا اخدتهم دلوقتي وانا بقسم فيزيكال وكيميكال. قلت في الفيزيكال في مادتين هم مين؟ مين؟ ممتاز امبريشن كومباوند والاجار اجار، والاربع مواد التانيين كانوا ايه؟ كيميكال. ست مواد دول لو انا هقسمهم اكوردنج بيهيفير افتر سيتنج كالاستيك ونون الاستيك. النون الاستيك في عندي البلاستر اوف باريس او بلاستر امبريشن، والبلاستر امبريشن ممكن جنبه الجبس، هو بالظبط زي الجبس بس بيبقى ضعيف شويه، والامبريشن كومباوند والزنك اوكسيد ايجنول. لكن بقى المواد الكلاسيك اللي هم تحت فايت الكبير الهيدروكربونات، وزي ما قلت لكم الهيدروكربونات اللي هم الارجينين والاجار اجار. واحنا قلنا ان الاجار اجار، الاجار اجار قلنا عليه ايه؟ ان هو ايه؟ فيزيكال بروسيس. وقلنا على ايه تاني فيزيكال بروسيس؟ ان هو مين؟ الامبريشن كومباوند. لكن المواد التانيه ده وده دول كلهم ايه؟ كيميكال بروسيس. تمام؟ دي تقسيمه برضه ايه؟ مهمه، اللي هي بتحدد ان المواد دي بتستخدم في اي دينشرس ولا دينشرس. يبقى المواد الاربعه دول الالاستيك اللي هي مواد الالاستيك او الهيدروكلورايد
بستخدمه ان عيان عنده سنان او ما عندوش، لكن المواد الريجيد دي ما بستخدمهاش الا لو مريض ما عندوش اسنان. يعني ايه ما عندوش اسنان؟ يعني ايه بنش ماستيشن. اوكي، نكمل المحاضره بقى. كل اللي كنت بشرح فيه ده هي انترودكشن. انا بفهم يعني ايه امبريشن ماتيريال، يعني ايه تري، يعني ايه خصائص المواد اللي انا باخد بيها مقاس خصائصها ايه، والبوكس الازرق اللي قلنا الفاكتور افكتنج ذا اكيوريسي اوف ذا امبريشن دي مهمه جدا لازم تتحفظ. فالنهارده بقى هنمسك ايه الجزء بتاع مين؟ النون الاستيك امبريشن ماتيريال. احنا عارفين النون الاستيك هم ثلاث مواد، بلاستر امبريشن او بلاستر اوف باريس، ولا ده عباره عن جبس. النوع الثاني امبريشن كومباوند. عرفنا معلومه عن الامبريشن كومباوند ان هو ممتاز فيزيكال بروسيس، يعني ريفرسبل، يعني اقدر اسخنه يطرى واستخدمه ثاني واسيبه يبرد في بوق المريض هينشف واطلعه ثاني اقدر استخدمه مره ثانيه وهكذا. النوع الثالث اللي هو زنك اوكسايد انجينور، وعايزك تكتب لي على الزنك اوكسايد انجينور نكتب دوريه كده ذا بيست ماتيريال، ذا بيست ماتيريال فور اي دينشرس، يعني دي افضل ماده في المواد الريجيد. المواد الريجيد ان انا اخد فيها مقاس لعيان ما عندوش اسنان. اوكي، افضل ماده في المواد دي. طب المواد دي ممكن اخد بيها لعيان دينشرس؟ اه ممكن، بس انا بتكلم في الثلاثه دول مين افضل ماده؟ زي الكوكسايتيجين دي مهم. يعني لو جاب سؤال ام سي كيو which is the best material to take impression for edentulous patient، بس تكون ريجد، هي مين؟ زنك اوكسيد ايجين. هنعرف ليه من خلال الشرح اللي هنوضحه النهارده. الامبريشن البلاستر قلنا عباره عن جبس، لو لاحظت بيقول لك بياخد قد ايه وقت عشان يحصل له سيتنج؟ من 3 ل 5 دقائق، قلنا الوقت ده ايه؟ اكسبت. بيقول لي ركز معايا، بيقول لي dimensionally change during sitting، لما الماده بتبقى طريه، الجبس بيبقى طري مخلوط بالميه بيبقى طري شويه، كاسب من فوق المريض 3 ل 5 دقائق ينشف، وقلنا من مرحله ان هو يبقى سوفت لحد ما يحصل له تصلب، وما بيتغيرش غير بمقدار قليل جدا، مقدار قليل جدا. يبقى ده لو رجعنا للبوكس مينيمال دايمنشنال تشينج يبقى دي الماده دي كويسه. طيب تاني حاجه في الامبريشن اكيرسي بقى بيقول لي ايه بقى؟ احنا اتفقنا لو لقينا من العمق من المربع البوكس الازرق 4 أو 5 سطر في الماده يبقى بستخدمها ايه؟ كسكندري امبريشن. تعالى نشوف بقى، بيقول لي هاي فلو. يعني ايه هاي فلو؟ يعني انسيابيه الماده، بس ما تفرش على السنه تجيب لي كل التفاصيل. يبقى دي رقم واحد، ده بوزيتيف يعني ادفانتج كويسه. تاني حاجه الدايمنشن تشينج قلنا حجمها ما بيتغيرش، يعني لو اخذت بتنشف على السنه بتفضل ايه؟ محافظه على فم على شكلها. ده كمان بعد ما اطلعها من بق المريض واسيبها على التيبل بتفضل محافظه على الدايمنشن بتاعها ثابت، ما بتصغرش ولا بتكبر. ده بوينتس رقم 3. تعالى نبص اهو، بيقول لي during storage a small degree of drying shrinkage، يعني الماده لما بسيبها تنشف شويه او اسيبها على السايد تيبل بتتغير بمقدار قليل، دي حاجه كويسه. ده بقول ايه؟ البلاستر امبريشن وانا بطلعه فروم الالتر كات كان بي ريزمبل. اه ما احنا قلنا كلمه الالتر كات يعني يعشق، يعني مثلا ممكن وارد في بعض الاحيان ان العظم يبقى يحصل فيه بروز من الخارج سواء ناحيه الخد او ناحيه اللسان وماده المقاس تنسب فيه. اذا حصل الكلام ده وانا بطلع حته الجبس اتكسرت ممكن ارجع الزقها بحته امير او ارجع امسكها. اوكي، يبقى انا عرفت. بس دي مش ادفانتج، دي ادفانتج. 2 3 اوكي، بيقول لي امبريشن ماست بي تريتد ويز سيبريتنج ميديوم. يعني ايه سيبريتنج ميديوم؟ ده بيقول لي احنا اساسا بنصب المقاس اللي هي دكاتره بجبس. طب انا اخدت المقاس بجبس، يبقى اذا لما اخدت المقاس بجبس واصبه بجبس يبقى الاثنين هيمسكوا هيبقوا حاجه واحده، مش هقدر افصل المقاس عن السنه. لا دي مشكلة. طيب احنا قلنا لو فاكرين ان لازم ما يحصلش اي تفاعل ما بين الامبريشن وما بين ايه؟ المادة اللي انا بصب بيها. فبيقول لي علشان البلاستر اوف باريس ده ما يحصلش تفاعل، ما يحصلش تفاعل مع المادة اللي انا بصب بيها مع الجبس، بجيب مادة سيبريتنج ميديوم.
سيركت ميدل اي اويل بارتكلز سواء بنزين او اي حاجه، بقلح بيه السطح الداخلي للامبريشن ماتيريال، بحيث لما اصب الامبريشن بقى في طبقه عازله ما بينهم الاثنين وبسهوله افصله. تخيلوا معايا دي تفاصيل السن، وانا بقد هم الانترنال سيرفس اوف ذا امبريشن بسيبريتنج ميدل، انا كده بعمل اوبريتليشن بسد التفاصيل اللي انا تعبت وانا باخد فيها المقاس. يبقى لما اخد اللي بصب المقاس بالكاست اجي افصلهم مع بعض هلاقي سطح السنه مش مماثل لسطح ايه الكاست، لان انا قفلت كل التفاصيل دي ايه بالسيبريتنج ميدل. يبقى ده عيب موجود في الماده دي اهو، يقول لي الامبريشن باست دي تريدنج عشان لازم احط ايه سيبريتنج ميدل بيفور ايه قبل ما اصبه، عشان يوز هيز بريكنج ميدل از كونسيدر ديس ادفانتج. ده عيب ليه بقى؟ لان بيحصل ان الفاين ديتيلز يجيلك جيف ريزون وار الامبريشن بلاستر امبريشن لازم احط سيبريتنج ميدل علشان ايه؟ ايزي سيبريتنج ذا كاست فروم الامبريشن. طيب ليه ده ديس ادفانتج؟ ليه يعتبر ديس ادفانتج؟ لان الفاين ديتيلز اللي انا موجوده في المقاس عملت لها ايه؟ اوبليتريتد. يعني ايه اوبليتريتد؟ سبتها قفلتها خليتها كلها سطح مصمت وستريت. تمام؟ طيب يبقى الماده دي عندي فيها صفات كويسه اوكي؟ لكن فيها صفه وحشه، انا قلت لكم مفيش ماده هتبقى اكلت 100%. ولكن هيبقى كل ما الادفانس بتاعتها بقت كويسه ممكن استخدمها كسكاندل امبريشن، وبالتالي الماده الامبريشن بلاستر ده الجبس هي ماده تعتبر بستخدمها سكندري امبريشن معايا اسمه ايه؟ ايدنتشنز. طبعا كل الثلاث مواد امبريشن بلاستر زي اوكسيد جنون امبريشن كومباوند الثلاثه دول ريجن لازم استخدمهم لايدنتشنز، بس برايمري ولا سكندري مين اللي هيقرر؟ اكوردنج للاكسي اوف ذا ماتيريال. تعتبر ان الماده دي عشان تجيب فاين ديتيلز وكلام من كده تعتبر ايه؟ استخدمها في السكندري امبريشن. هل الماده دي مستخدمه دلوقتي؟ لا. ليه يا دكاتره؟ قال لي اول حاجه الجبس كان طعمه وحش، ريحته وحشه. الجبس اساسا لما بيجي يجمد بيطلع حراره، فالعيان ممكن يحس بسخونيه في بوقه ما يستحملهاش. الحاجه الرابعه كمان ان الجبس فيه وهو بينشف بيحصل له جرايند، عايز ميه، بيمتص ميه. فالعيان بيمتص اللعاب بتاع العيان بيحصل بعطش، ديهايدريشن بس نوع عطشان. وبسبب الديسادفانتج دي بطلوا يستخدموا مين؟ ماده البلاستيك. بيقول ايه؟ دي هايدريتد اورال فيشن تخلي العيان تحس ان هو عطشان والتست بتاعه ايه؟ وحش. اي بليسنج مش حاجه جميله. الامبريشن بلاستر ريلي يوز اني مور تو ميك امبريشن، ما حدش بيستخدم الامبريشن بلاستر نوادي. طيب الماده رقم اثنين اللي هي ايه؟ امبريشن كومباوند. طب انا بتكلم الامبريشن بلاستر ده موجود ايه؟ الامبريشن بلاستر ده عباره عن ايه؟ بودره واخلطها بميه، جبس، اي جبس بيبقى عباره عن بودره، البودره بتاعت الجبس واخلطها بميه عشان يحصل سن. لكن الامبريشن كومباوند لو قلنا روح لمحل الاسنان اقول له انا عايز امبريشن كومباوند، بقى ايه عباره عن ايه؟ يا اما ستيك اصابع او شيتس، او شيتس زي ما انتم شايفين. الشيت دي يا دكاتره بحطها في رابر باو في ميه سخنه، ايه الرابر باو؟ تعالوا نشوف صوره كده للرابر باو بحيث نتخيل مع بعض كده ايه هو الرابر باو. شايفين؟ شوف صوره كده للرابر باو بحيث نبقى متخيلين ايه هو الرابر باو اللي انا بعمل فيه. بصوا دي صوره للرابر باو. اهو دي الرابر باو عباره عن علبه تمام من البلاستيك، ودي الاستاتيك. بحط مثلا العلمات بتاعت المقاس سواء جبس او مثلا ارجينات زي ما هناخد من بعض وبخلطهم في الرابر باو. طيب انا دلوقتي الامبريشن كومباوند فاكرين ان انا كنت بقول عليه فيزيكال بروسيس، يعني ايه فيزيكال بروسيس؟ بالحراره وبالبروده. يبقى انا مش هخلطه، انا مجرد الرابر باو هحط فيه ميه دافيه واحط فيه مين؟ الامبريشن كومباوند عشان تطلع. يبقى انا عندي الامبريشن كومباوند ده انا بحط ميه دافيه في الرابر باو اللي وريته لكم دلوقتي وبحط فيه ماده الامبريشن كومباوند، واحط في الميه الدافيه بيبقى سوفت بيطرى معايا بيبقى طري بحيث ان انا افرده على التري وادخله في بوق المريض، ودرجه حراره بوق المريض تبقى ابرد من الحراره اللي هو كان سخن فيها فبيبدا ينشف. تعالى ناخد بقى الكلام ده بالتفصيل.
يبقى الامبريشن كومباوند بيبقى في الماركت عباره عن ايه؟ عباره عن شيتس او كاتس او سكوتس، اللي هو زي ما انتم شايفين المناظر اللي قدامكم دي. اوكي؟ على نكمل بقى نشوف الامبريشن كومباوند بيقول ايه؟ بيقول لي الكومبوزيشن بتاع هو عباره عن ايه؟ بيقول لي 7% ماكس و 40% ريزن. يعني ايه ماده ريزن؟ يعني ماده طبيعيه، يعني زي يعني قلت زي كده زي الليل من الاخر يعني، يبقى ايه؟ زي و 3% اورجانيك اسيدز زي المواد دي عشان تخليها بلاستيسايزر. يعني ايه بلاستيسايزر؟ ان هي بطاريه ونقدر نشكلها معاها. و 50% فيلرز. يعني ايه فيلرز؟ ده ببساطه انا بمثلها زي ايه؟ شفتوا لما نعمل مثلا اسمنت ونحط فيه زلط، القوه بتاعت الاسمنت بتقوى، بتبقى خرسانيه. ليه بقى خرسانيه؟ بسبب ان الزلط اللي هو حبيبات الزلط اللي انا حطيتها قوت الاسمنت. وزي كده بالظبط الفيلرز دي يا دكاتره هي عباره عن مواد معدنيه او زجاج او هو خلافه، حبيبات صغيره جدا انا بحطها جوه الكومبوننت بتاع الامبريشن كومبوننت عشان يخليه قوي، وما لما طبعا بق المريض ما يحصلوش ديستورشن اسمه. اوكي؟ يبقى دي الكومبوزيشن بتاع الامبريشن كومبوننت. الابلكيشن بتاعه، الابلكيشن دي جديد، الابلكيشن دي بتيجي يا دكاتره. الابلكيشن يعني اليوزز، يعني انا في عياده الاسنان انا بستخدم الامبريشن كومبوننت في ايه؟ أول حاجة إن أنا باخد مقاس. طيب تاخد مقاس دي برايمري ولا سكندري؟ مبدئيا خلينا نقول برايمري، هنعرف ليه برايمري. أنا بقول لك هو عبارة عن هيك تشيز، مجرد بتطريها تبقى طرية زي اللبان، ها، وبتضغطها على بالتريك، بتضغطها في بق المريض ترسم لك بس الشكل الخارجي للسن، لكن انحنايات السنه والتفاصيل اللي انت سواء عملت ريدكشن او عملت حاجه في السنه ما بيجيبهاش، ما بيجيبش جروفز او الشكل ده. ليه؟ لانها بتبقى جامده، وصلت لك؟ فبتجيب لي بس الاوت لاينز. يبقى انا بستخدمها ايه؟ كبرايمري امبريشن. طب البرايمري امبريشن لا اي دينشرس ولا دينشرس؟ طبعا قولا واحدا اي دينشرس، لانها ماده ايه؟ ريجن. يبقى انا بستخدمها كبرايمري امبريشن فور كومبليت اي دينشن، زي ما انتم شايفين اهو، ده امبريشن لا مريض ما فيهوش ولا سن، ده ابر عشان ده البلاتن، ده السبيس بتاع التانج، يبقى ده ايه؟ لو لاحظتوا التري دي هقول عليه ستوب تري، لو بصينا في الصوره نلاقي ان هي متر، المقاس ده اسمه ايه؟ كومباوند امبريشن، على البرايمر ولا السكندري؟ ممتاز، برايمر، لان الماده دي تستخدم في البرايمر. ليه؟ لانها هتعرف دلوقتي ان هي ما بتجيبش الفاين ديتيلز وليها ايه؟ مسافه وحشه من البوكس الازرق اللي احنا قلنا عليه ما فيهاش ادفانتج كتير ومميزات كتير. تاني حاجه بيقول لي بستخدمها ايه؟ تري كومباوند. يعني ايه تري كومباوند؟ تو هولد سكندري امبريشن. ايه دخل سكندري امبريشن ممكن في امبريشن كومباوند ماتيريال؟ قال لي دلوقتي انا اخدت مقاس الامبريشن كومباوند دخلته في بوق المرض. حلو كده الكلام؟ وطلعته. مش ممكن اجيب ماده ثانيه زي معجون الاسنان الفلو بتاعها عالي او زي الجبس وافردها هنا على السطح ده وادخلها في بق المريض تجيب لي الفاين ديتيلز؟ ممتاز. يبقى اعتبر الامبريشن كومباوند هي ما هي عباره عن ايه؟ ممتاز، اعتبرها كانها ايه؟ سبيشال تري واشتغل عليها، اعتبرها ايه؟ سبيشال تري واشتغل عليها، بدل ما ياخد البرايمري امبريشن ويصبه بكاست ويروح يعمل عليه سبيشال تري وسبيشال تري ياخد ناس كامل امبريشن، اختصر الخطوتين دول في خطوه واحده ان هو خد امبريشن كومباوند وهيدن عليه ماده بتجيب الفاين ديتيلز زي ما اخدنا دلوقتي اللي هي ماده ايه؟ ممتاز امبريشن كلاستر. والماده الثانيه او الماده الثانيه اللي هي زي كوبسات الجيرون ياخد بيها مقاس سكندري. اسمه ايه التكنيك ده؟ انا دهنت ماده ثانيه يبقى اسمه ايه؟ ووش تكنيك. والتكنيك ده عباره عن وان ستيب ولا تو ستيب؟ ممتاز، تو ستيب. يبقى دي كل دي اسماء للامبريشن كومباوند فور سكندري امبريشن. تمام. طيب ايه بعد كده؟ بيقول لي بعد كده يوز ا بوردر مولدنج ماتيريال. انا عندي دكاتره بيبقى فيه فيستبيول بتاع المريض. ايه الفيستبيول ده؟ هل الفيستبيول اللي ما بين البكر التشيك والايه؟ والبول بتاع البكر. يبقى في انحناء. لو بصينا على الصور هنا برضه هنتخيل المنظر افضل. شايفين الفلانج بتاعت التري هنا يا دكاتره؟
الفلانج دي التريل بتاع امتدادها قد ايه؟ طيب هي ممتده هنا العمق قد ايه؟ يعني العمق ده الطول ده بيختلف من مريض للتاني. طيب البعد الخلع عن العظم بيختلف من مريض للتاني. التقوس اللي هو الشكل الدوران من تحت اللي هو بين اللب والعظم من هنا من تحت بيختلف شكله من مريض للتاني. طب مين اللي بيرسم الاوت لاينز بتاعت التريل من تحت داير ما يدور؟ هي الامبريشن كومباوند. العمليه دي اسمها ايه يا دكاتره؟ ممتاز، اسمها بريفرال موديل. زي ما انتم شايفين انا جبت التريل ودهنت الامبريشن كومباوند. انا هنا هستخدم مين؟ ممتاز، هستخدم ايه؟ الستيك اللي هي الاصابع بتاع مين؟ بتاعت الامبريشن كومباوند اللي رسمت بيها عملتها بالبريفرال موديل. لكن دي هنستخدمها متاخد بيها المقاس ستيكي ولا ستيكي اللي هي الاصابع ولا الشيتس اللي هي القطعه الكبيره دي. انا استخدمت هنا ايه؟ الشيتس القطعه. يبقى تاني استخدام الامبريشن كومباوند زي ما احنا قلنا دلوقتي بستخدمها ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ يوز از بوردر مولدنج. بوردر مولدنج فور اكريليك كاستم مين. ايه الاكريليك كاستم مين؟ اللي هي الايه؟ الاكريليك اللي انتم شايفينها قدامكم تحت في الصوره اللي هي ايه؟ دي اسمها اكريليك كاستم مين. يعني ماده الاكريل اللي انا عملت بيها على الكاست اللي دلوقتي اللي شفناها في الصوره هنا دي اسمها اكريليك سبيشال او كاستم ميد. يبقى كده يا دكاتره انا عرفت الامبريشن كومباوند البوزيشن بتاعها وعرفت الابلكيشن. يعني ايه الابلكيشن؟ يعني البيوزز. طب المانيبيليشن بقى. المانيبيليشن زي ما قلت لكم انا بجيب الرابر باو احط فيه ميه دافئه. الميه الدافئه دي درجه حرارتها كام؟ زي ما مكتوب عندكم من 55 لكام؟ ل 60 درجه مئويه. واحفظ الرقم ده لان ما ينفعش يزيد ولا يقل عن كده. ليه طيب؟ بيقول لي ان انا لو زودته عن كده يعني سخنته جامد ممكن المواد الشيتس او الاصابع بتاعت الامبريشن كومباوند وانا سايبها في الرابر باو ممكن تفرمل مني. ببساطه هقول لكم زي ايه؟ زي البسكوته لو حطيناها في ميه بارده تبقى ماسكه نفسها ولو سبتها مده طويله هتبوظ، لو حطها في ميه سخنه جامد سبتها مده طويله هتبوظ. وبالتالي هو بيقول ان انا لازم ما اسيبش ما اعملش اوفر هيتنج بيكوز ان الماده دي لما تتساب مده طويله سم كونسيستنس مي بي ليتشد اوت ان ذا ووتر باس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا لو سخنت ميه سبته يعني يسخن لمده طويله الجزيئات هتحس الماده ايه؟ بتتقطع في الميه مش هتبقى ماسكه نفسيها. اوكي؟ وبالتالي انا لازم اسيبهاش لونج تايم. طب هتقول لي يا دكتور ايه اللي خلينا اسيبها لونج تايم؟ بيقول لي ان الماده دي ما بتوصلش للحراره. يعني ايه ما بتوصلش للحراره؟ يعني لو احط شيت في الرابر باوز الميه السخنه مش هتسخن في دقيقه او كذا، لازم اسيبها مده. المده دي مثلا من 4 لـ5 دقائق او 3 دقائق. لو سبتها 10 دقائق او ربع ساعه هلاقيها ايه؟ اتفتتت وماشت معايا في الرابر باوز في الميه السخنه. وبالتالي انا لازم الميه دي تبقى درجه حرارتها من 55 ل 60 وما اسيبهاش مده طويله، عشان لو سبتها مده طويله هيحصل ايه؟ ان الكونسيستنس بتاعها التماسك بتاعها هيحصل له ليتش اوت. يعني ليتش اوت بيتقطع معايا في الميه ودي حاجه مش كويسه. وفي نفس الوقت ما احطهاش في ميه بارده اقل من 55 درجه مئويه ولمده قصيره، مش هتبقى الماده ايه؟ طريه سخنه كفايه ان انا ادخلها في بق المريض. فبيقول لي لو انا سبتها تو كولد حطيتها في ميه بارده بتبقى الماده معايا كده ايه؟ بتبقى الفلو بتاعها مش كويس. او تو هيت تو هوت سخنتها جامد بقى، سخنت الميه جامد ولمده قصيره، ايه اللي هيحصل؟ بقول لي الماده هتلزق معايا. الماده ايه؟ هتلزق معايا. يبقى انا عندي لو سبت الماده لمده طويله عشان كلها تسخن انا الماده هتتقطع مني. طب لو انا بدل ما عليت درجه الحراره اعلى من 60 درجه مئويه الماده هتبقى زي اللي قال كده بيلزق محطوط فوق المريض وانا بسحبها الاقيها ملزقه فوق المريض. دي حاجه ايه؟ مش كويسه. يبقى الايدي بتاعي انا استخدم ميه سخنه من 55 ل 60 ودي كافيه ان انا اتحول من نهار
لسوفت اوكي، والمده بتبقى قصيره من 2 ل 3 او 4 دقائق، ما اكترش عن كده علشان ما اثرش خصائص الماده. ده انا كله بتكلم في المانيبيوليشن، طريقه ايه؟ استخدام الماده اوكي؟ يعني ده وانا شغال في العياده انا خايف انا بعمل ايه؟ بيتكلم عن الكومباوند والسبيكي والكلام ده كله. اوكي، خصائص الماده بقول الفلو بتاعها، انا بقول لك هي مجرد بس بتطرى، تبقى عجيبه الطريقه بتطرى في ايدي بس زي الصلصال. الصلصال يا دكاتره ماده بيسكس لازقه ما بتجيبش فاين بيكس، هو نفس الكلام في الكومبريشن كومباوند، يبقى الفلو بتاعه قليل، بقى قليل ما جابش الفاين ديتيلز، ده اول نقطة. وبالتالي انا هستخدمه فين؟ في برايمري انجريشن مش سكاي انجريشن. تاني حاجة بقول اللينير كوفيشن اوف سيرفر اكسبانشن از هاي. طب ليه هاي؟ انا دلوقتي كنت حاطط ميه سخنة درجة حرارة كام؟ من 60 ل 55، بعد كده حطيتها في بق المريض، درجة بق المريض كام؟ 37. يبقى اذا انا كده ببرد صح ولا لا؟ وانا ببرد مش اي ماده بالبروده بتنكمش، وبعد كده حطيتها في الروم تمبريتشر، درجه حراره الروم تمبريتشر كام؟ ممتاز، مثلا 20 25 وهكذا او 30، يبقى اذا انا ببرد برضه، يبقى الماده عمال يحصل لها ايه؟ الشرينكج، يبقى في دايمنشن تشينج بتحصل رهيبه، بقول لك كام؟ من 3 من 10 ل 4 من 10، ده بس اول ما غيرها من الميه السخنه لبق المريض، كذلك لما حولها لبق المريض للروم تمبريتشر هتنكمش اكتر. يبقى في المجمل هلاقي حجم السنه اللي في الكاست مختلف عن حجم السنه بتاعت المرض. اوكي؟ كوندكتيفيتي، انا بقول الماده دي ما بتوصلش للحراره كويس، وبالتالي انا ممكن الاقي السطح اللي قريب من التيشو برد او بدا يحصل له هاردنج قبل السطح الملامس للتيشو. تاني حاجه ديستورشن، يعني ايه ديستورشن؟ انا بقول لك ماده زي الصلصال، يعني ايه ماده زي الصلصال؟ لازم فانا بحط التري لازم اعرضها لستريس جامد صح ولا لا؟ حلو، تتعرض لستريس ضغط دي حاجه، وانا اساسا كنت جايبها من حاجه سخنه لحاجه ايه؟ برد، لدرجه حرب المريض 37، انا جايبها من 55 و60 لدرجه حرب المريض 37، يبقى عماله بتبرد، يبقى بتتعرض لتو ستريس، ستريس بريشر وانا بعملها انسيشن في بوك المريض عشان تريكورد بق المريض، دي حاجه، والستريس الثاني اللي هو الثيرمال ستريس، وبالتالي لما اجي اطلعها من المريض من بق المريض الماده مضغوطه فمحتاجه تحصل لها ريلاكس تريح، يبقى هنا بيحصل لها ايه؟ دايمنشنال تشينج، بتعمل ايه؟ ريليف للستريس اللي اتعرضت له، يبقى الستريس انديوس كومباوند، لان انا الستريس اللي انا عملت له عرضته للمقاس وانا باخده هيحصل ايه؟ ليتر هيحصل له ريليف يريح، يحصل له ريلاكسيشن، وبالتالي انا كده ايه؟ حجم الماده هيتغير. عشان اتجنب المشكله دي تقول لي لازم تصب الماده دي ما يعدي وزن 1 اور، ما تاخرش عن كده، لان كل ما بتاخر الاستريس اللي كان في الماده عمال يحصل له ريلاكس 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 في حجم السنه او حجم الانبريشن عمال ايه؟ يتغير. اوكي؟ بنفهم حاجه في الديستورشن، الديستورشن دي اللي هو نتيجه الاستريس الناتج عشان الماده بس محتاجه تغطى في بوق المريض، والستريس الثاني اللي هو الثيرمال ستريس ان انا ببرد، وبالتالي بقول لي لازم نصب الماده دي بسرعه وزن ايه؟ 1 اور عشان حجمها ما يتغيرش. وللاكس امبريشن كومباوند زي ما قلنا ان البول فلو دايمنشن تشينج بتتغير جامد، ثاني حاجه ان مش بيحصل لها ديستورشن للموفمنت اندر كات، انا لو هشاف اندر كات هتبقى بلاقي اتكسرت او فكت، تمام؟ دايمنشن تشينج ديورنج ستورج لو ركنتها في العياده عادي على ما يجي المعمل، تمام؟ بلاقي حجمها ايه؟ اتغير اثناء ما بيحصل لها ريليف للستريس، اوكي؟ ريليف تو انترنال ستريس، الانترنال ستريس ده هو ايه؟ ده انا الستريس اللي انا ابلايد از ذا امبريشن ديورنج تيكينج ذا امبريشن، اوكي؟ طيب امبريشن كومباوند از كومباتبل ويز موديل اندر، يبقى كل ده يا جماعه لو لاحظتوا دي ديس ادفانتج ديس ادفانتج ديس ادفانتج، كل ده ديس ادفانتج، ما عدا دي بس ادفانتج. بيقول لي ان هي كومباتبل ويز موديل اندر اللي هو من الاخر كده مع البيتس، اوكي؟ يبقى كل العيوب دي لذلك انا بستخدمه زي ما قلنا استخدامه ايه؟ برايمري امبريشن ماتيريال. طب العيان عنده اسنان ولا ما عندوش؟
ثلاث مواد دول ايه بنش ستيشن صح كده. اوكي اتفقنا ان في استخدامات ثانيه انا ممكن استخدمها في سكانر امبريشن بطريقه الوش تكنيك او ليها استخدام ثالث اللي هو ايه منتاج بروفرال مودل. اخر ماده دي قلنا افضل ماده بستخدمها للاي فينشرس بيجي اسمها زين اوكسايد جينول. زين اوكسايد جينول لو بصينا عليها بتبقى ازاي اللي فاكره في الماركت بتبقى عباره عن تو تيوبس. بص تو تيوبس عامل زي معجون الاسنان بقفل خط من البيز خط فيه بيز وخط فيه ايه كاتلس وبحطهم افردهم على بتبقى اويل بيز بيبر. يعني ايه اويل بيز بيبر؟ زي مثلا الكرتونه اللي بتبقى في جزء من الكرتونه بيبقى اصفر الجزء الثاني ايه بنحط الحته الكفر البلاستيك ده بيتقال عليه اويل حاجه زي كده إيه؟ بالظبط. بعد كده بعمل عليه الميكس. بعد ما بعمل عليه الميكس بيبقى هوموجينس. يعني انا عندي لونين مختلفين احمر وازرق لما يبقى اللون هوموجينس بقى واحد انا في الحاله دي باخد على باخد ايه المقاس بتاعي. لو لاحظته يا دكاتره لو لاحظته ان انا عندي تري عندي هنا يا دكاتره تري موجوده هنا يا دكاتره دي هي سبيشال تري اكريلي سبيشال تري سبيشال تري لان الزنك اوكسايد جون زي معجون الاسنان يبقى الفلو بتاعه ايه عالي يقدر ينحدر على سطح سطح العظم او سطح الميكوزا ويجيب ليه التفاصيل. ايه الميكوزا اللي هي اللسه اللي هي الكفر او اللسه بتاعت الكفر ايه للعظم. يبقى انا الزنك اوكسايد جون عرفت طريقه استخدامه ايه ان هو بيبقى في تو بيست واحده فيها بيز واحده فيها كاتلس عشان اخلطهم ببعض يتفاعلوا مع بعض قلنا ايه كيميكال بروسس اللي هي ريفرسبل. بعد كده احطها في التري. التري دي قلنا ايه سبيشال تري او كاستم ميد. نيجي بقى بيقول لي ايه ان انا قلت تو تيوب التيوب فيها يا دكاتره اللي هو الزنك اوكسايد الزنك اوكسايد تمام والتيوب الثانيه اليوتيوب الثانية فيها اذر كومبوننتس اللي هو الايجينول مواد ثانية بس انا عايزك تبقى عارف الزنك اسيتيت يعني اكسلريت يعني بتسرع التفاعل. يبقى لما بعمل الميكس بيخلي بدل ما ياخد مثلا 10 دقايق 3 4 دقايق ايه الميكس يبقى اكسبتابل هوموجينس ميكس ان انا اخد بيه الميكس. اوكي ده كلمه اكسلريت. وعلشان لما يجي ينشف برضه ما ياخدش مده في بوق المريض انا لما يقعد 10 دقايق اتفقنا الاكسبتبل تايم من كام لكام؟ شطار من 3 ل 5 دقايق اللي كان اكسبتبل تايم اوف بلاستر امبريشن ماتيريال. اوكي بعد كده الامبريشن زنك اوكسايد بيقول لي السيتنج امبريشن بتاعه الامبريشن بيبقى عن طريق بروسيس اسمها كيليشن بروسيس اسمها ايه؟ كيليشن بروسيس او كيليشن اكشن يعني زي المخارج كده. بيقول لي اللي بيتم كالتالي بيقول لي انا عندي زنك اوكسايد اللي هو البيز خلاص وفي الايجينول اللي هو الكاتاليز. بيقول لي الزنك اوكسايد ده ما بيتفاعلش مباشره بالايجينول ايه اللي بيتم؟ قال لي ماده البيز اللي هي موجوده في التيو انا باجي احطهم خطين قدام بعض لازم احط عليهم شويه ميه يضربوا فوق لما يجي يبقى اتعرض للزنك اوكسايد الميه بيطلع لي زنك هيدروكسايد. الزنك هيدروكسيد هو ده بقى اللي بيتفاعل مع مين؟ مع الكاتاليست الايجينول مع مين؟ الكاتاليست بتاع المكونات التيوب الثانيه علشان يطلع لي زنك ايجينوليتد ده الفاينل فورم للماده اللي بتبقى بيحصل لها تنشف بقى وبتاخد شكل المقاس بتاعها. ده طريقه التفاعل واسم العمليه دي اسمها كليشن لان المكونات بتاعي بتاعتي بتبقى عامله زي المخالب. اوكي؟ يبقى انا كده عرفت الزنك اوكسايد ايجينول ايه الكومبوننت بتاعه يبقى في الماركت بيبقى عباره عن ايه؟ تو بيست اهو كلمه تو بيست هي موجوده هنا يا دكاتره يبقى في الماركت او في المحطة على الاسنان بيبقى عباره عن 1 2 او ايه؟ تو بيست تو بيست يعني ايه تو بيست؟ يعني زي معجون الاسنان. اوكي؟ طيب هنيجي بعد كده نتكلم عن المانيبيوليشن. المانيبيوليشن البوكس الازرق ده مهم بقى. بقول لي في البوكس الازرق الميكس وانا بعمله لو حطيت عليه دروب اوف ووتر او اثنواي الكحول هخلي الاكشن يبقى اكسليت هحفزه يحصل بسرعه ينشف معايا بسرعه. لكن لو حطيت عليه جزء من الجلسرين دروب اوف جلسرين
السيتنج تايم هيحصل ريتارد، هياخد مده اكبر. يعني ايه الجليسرين؟ لو زي الفيزيدين اللي كان حطيت عليه فيزيدين هيحصل ايه؟ ريتارد. المانيبيوليشن احنا زي ما وريتكم دلوقتي في الصوره ان انا بحط لاين من البيز ولاين من الكاتاليست على اويل ليفر باد، بعمل لهم ميكس، بعد كده بشيل الميكس اللي هحطه في السبيشال تري، لان انا قلت ايه؟ الفلو بتاعه عالي، جيب لي الفاين ديتيلز ونعرف عنه ان هو فيه خصائص جميله جدا ان انا استخدم كاسكانر امبريشن، وبالتالي انا بحطه فين؟ في سبيشال تري، سبيشال تري، مارك ستوك تري. يبقى انا على طول الزنك اوكسيد الجينور هي افضل ماده باخد بيها سكانر امبريشن فور ايدنشوس بيشن. خلاص؟ في معلومه حلوه هنا بيقول لك ايه؟ معلومه دي ايه قصدي بيها؟ بيقول لي ان انا دلوقتي اخدت الباكس وقمت صبيته بالبلاستر، عايز افصلهم مع بعض، انا عارف ان الماده دي ريجن ممكن ما تفصلش، فانا عايز افصلهم بسهوله، بقوم جايب الجبس والامبريشن هما الاثنين زي ما هما واحطهم في ميه دافيه، درجه حرارتها كام؟ 60 درجه مئويه. ايه اللي هيحصل لما الزنك اوكسيد الجينول؟ بقول هينفش فوق ويطلع الايه؟ الكاست عندي بسهوله، يطلع الكاست عندي ايه؟ بسهوله. بسيبه امبريز ان وورد ووتر او هوت ووتر لمده كام؟ 5 ل 10 دقيقه. اوكي؟ وده شكل من الامبريشن بالزنك اوكسيد الجينول. خصائصه بقى بقول لي ماده الجينول اللي هي القرنفل، القرنفل ده دكاتره ممكن تبقى اريتنت عند بعض الناس، حوالي 10% على المستوى العالم الناس عندهم اريتنت حساسيه من ماده الجينول، زي حساسيه من الفراوله والكلام ده كله، اوكي؟ فلو عندنا عيال عنده حساسيه من الجينول بقى بنستخدم فري جينول، بنستخدم ايه؟ فري جينول او نان جينول زنك اوكسيد انجكشن. اوكي طب انا اعرف الموضوع ده ازاي؟ بعمل حته ميكس صغيره وبحطها على السكين بتاعت المريض شفافه او كده. لو لونها اتغير وحس المريض ان هو عايز ينقش فيها يبقى هيبقى عندي اريتم او حساسيه من الماده دي فبفضل ان انا ايه استخدمها. الامبريشن بلاستر بيقول لي ادهرن تو تيشو. يعني ايه ادهرن تو تيشو؟ انا دلوقتي حطيت التريل، حطيت الزوكسايد في التريل وبحط بوق المريض، انا ممكن شويه من زيرو سايد يجوا على ايدي وانا ماسك الليب والتشيك بتاعت المريض، وليه لو مسكوا في خده وشمايله ده عذاب يطلقه، وبالتالي قبل ما بشتغل بحط فيزلين وبدهن فيزلين على وش المريض بالجبس بتاعته، وبعد كده ايه باخد المقاس، علشان لو حاجه لو جت حاجه على وشه الفيزلين هيبقى طبقه عازله ان انا اعمل لهم ايه؟ افصلهم بسهوله. بعد كده ساتسفايد ووركينج اند ستيمبال ان هو ينشف ويبقى في بوق المريض واستخدمه الدكتور يعمل ميكس الوقت بتاعه ايه محدود اكسبتبل اديشن اند كوريكشن. يعني انا مثلا طلعت من بوق المريض لقيت في حته مش جايبه لي الفاين ديتيلز، ممكن اعمل ميكس واحطها على الحته دي وادخلها في بوق المريض تاني عشان يريكورد الحته اللي هي ايه مش متظبطه. اوكي؟ يبقى احنا هنا اكسبتبل اديشن اند كوريكشن. الاكس بقى بتقول دي افضل ماده، وبالتالي ركز معايا بقى في الكلام. بقول لي ايه؟ بقول ايه هنا؟ بيقول لي الفلو بتاعها سفشنت، وبالتالي تقدر تجيب لي الفاين ديتيلز. دي نقطه. الدايمنشنال تشينج بتاعها قليل جدا، 1 من 10. ده بيقول لي نان الاستيك، ده العيب بتاعها، علشان كده انا بستخدمها لعيان ايه؟ عندي ما عندوش اوفر كات، يعني عيان اي دينشس. بكم ريموفال فروم اوفر كات، يعني عيان ما عندوش اوفر كات، تمام؟ يعني اي دينشس. دايمنشنال تشينج قلنا كمان ما بيحصلها سيتنج، حجمها ما بيتغيرش، الستورج امبريشن ما بيحصلوش اي تغير، كومباتبل ويز جبس ما بيضربوش، وبسهوله كمان ممكن افصله من الجبس من ان انا احط المقاس والجبس في درجه حراره 60 درجه مئويه من 5 ل 10 دقائق بسهوله افصله. يعني ايه زي كان الكتروبليتد؟ يعني ايه كلمه الكتروبليتد؟ انا دلوقتي يا دكاتره قلب المقاس مثلا عايز ابطل السطح الداخلي ليه بمعنى بنعمل ايه؟ مجرد بس بجيب محلول تمام؟ بوصله لدائره كهربائيه تمام؟ وبحط قطعه المعدن تمام؟ وهنا الامبريشن. قطب الموجب والسالب الالمات بتاعت المعدن هتتحلل وهتترسب على الامبريشن او سطح الامبريشن، وبالتالي العمليه دي اسمها ايه؟ الكتروبليتد. يعني ايه الكتروبليتد؟ بطلت الامبريشن بطبقه من المعدن عشان بعد ما اصبه
وافصله عن بعض يبقى الجبس عليه طبقه من المعدن، يبقى ايه الجبس ايه قوي ما يتاثرش ولا يحصل له اي حاجه. دي عمليه الالكتروبليد. احنا اخذنا من المواد اللي حصل لها الالكتروبليد اللي هي مين؟ ممتاز الامبريشن ماتيريال. لو رجعت للمحرك يبقى انا عندي النقطه المهمه ان انا عندي في انواع التري، وعرفنا تقسيم المواد الامبريشن اكوردنج ايه سيجن رياكشن، سواء كيميكال او كيميكال او فيزيكال، تمام يعني انفيرسبل او ريفيرسبل، او سواء الرياكشن بتاعها افتر سيتنج اللي هو يا اما تبقى الاستيك يا نون الاستيك. والالاستيك انا بستخدمها لعيان عندي سنان او ما عندوش، ولكن النون الاستيك انا بستخدمها لعيان ما عندوش اسنان. وبكده خلصنا بارت 1 من محاضره الامبريشن.